شوفوا معنا هذا الفيديو، شوفوا هذا المغربي وش يقول على الجزائريين، قال لكم مازالكم ما تعرفوش الجزائريين. نخليكم مع الفيديو، قبل ما نشوفوا الفيديو نتمنى من اي واحد مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا من عندنا كل جديد. السلام عليكم. اللي راه معتقد ان اتحاد العاصمه ولا الجزائريين غادي يلعبوا المقابله، يعرفش الجزائريين. اللي راه معتقد غادي يلعبوه ولا عنده كاع الشك، يعرفش الجزائريين. كونوا عن يقين ويقين تام، فايت اليقين بان الجزائريين غادي ينسحبوا. راه جزائريين لا اللي ما يعرفوش ما يقدرش يعرف التصرف ديالهم، غادي ينسحبوا مليون في المية، ماشي 100%، مليون في مليار في المية، لا فيني في المية. باش تكونونيش عارفين بأن لا يمكن الجزائريين يلعبوا، ودير العقوبات يعطوهم عشرات المرات العقوبات اللي غادي تنزل، يسبونديهم افي، الجزائريين ينسحبوا. ما هكا دايرين، هذا هو، هما هكا هما هكا. كون ما كانوش بحال هكا كون راه نصاحبو مود هذه الفترة ديال الصحة، كانوا العصا تاع ياو ما نصاحبوش. الجزائريين ما ينسحبوش، خصو يموت عادي، عادي يستسلم، خصو تطحن مزيان عادي يستسلم. اما يستسلم الجزائري صافي، تربات فيه ديك الجزائري ما يستسلمش، هكا دايرين. وبليس دو سا